ها لانش بوكس جاهز؟ مش كافيين كتير كده؟ يا ريتني عارفه فوق. يوه يا ناقصه يا ستي، ولا يهمك، روحي انت بس الحقي شغلك واشربي القهوه هناك. عايزه نصيحتي، ولو اني عارف ان انت يعني مش هتاخدي بيها، بلاش تروحي الشغل النهارده. يلا يا احمد. يلا يلا حبيبي. باي مامي. باي يا حبيبي. الو، ايوه مستر جلال. لا هلا لسه ما جاتش، ما كلمتنيش، اعمل لها اجازه. لا حاضر يا فندم، اول ما توصل هبلغها. مع السلامه. صباح الخير. انت فين يا بنتي من الصبح؟ ده مستر جلال قالب عليك الدنيا ومنبه عليا، اول ما تيجي لازم تدخلي مكتبه دلوقتي حالا. متاكده انه قال لك هاله مش منى؟ ايوه متاكده. يبقى جابه لنفسه، هطلع عليه تعب الليله كلها، انا اصلا مش شايفه قدامي. هنعمل لك حفله وداع النهارده ولا ايه؟ هزاري هزاري كمان، ما انت اصلك نايمه كفايه. صباح الخير يا هاله. صباح النور يا منى، سيبيني في حالي والنبي. بص يا جلال، تخصم لي يومين، اسبوعين، شهرين، سنتين، براحتك، انما هتديني نصايح ومواعظ على الصبح، صدقني مش في مصلحه حد فينا خالص النهارده. هل انت كويسه؟ بذمتك ده منظر واحده كويسه يعني؟ طب اولا اتفضلي كده، خدي نفسك وعادي. ثانيا، دي تشوكلت بابا على جبهه مخصوص من سويسرا عشان خاطر ما حدش بيستوردها هنا. اتفضلي. تشوكلت؟ ها ما قلتليش بقى تشربي ايه؟ اجيب لك ليمون؟ ليمون كمان؟ لا دي المصيبه كبيره بقى. مصيبه ايه؟ اعوذ بالله. انت لو تعبانه النهارده خدي اجازه، بس فات الاجر. والله لا، ده كده طارق طلع جامد فعلا. لا هلا، انا ما حدش اتوسط لك عندي، وانا كمان مش عايز منك اي حاجه، الخدمه بسيطه كده، بما اننا زمايل في الشغل وجوزك من اعز اصحابي. خدمه ايه؟ منى انت عارفه انا بحبها قد ايه؟ انا عارف ان انا عندي عيوب كتير، بس هو مين فينا كامل؟ اوكي، عايزني اكلمها لك يعني؟ حاضر. انت تكلمها لي ليه؟ ده انا ربنا خد مني كل حاجه واداني لسان قد كده. انا كل الحكايه بس ان انا حاسس ان هي مش عايزه تسمعني اليومين دول، وبصراحه اكتر عايز اعرف اذا كان في حد في حياتها، يعني مرتبطه بحد، في جواز، في حب، في خطوبه. نعم. صدقيني يا هلا، انا بعمل كده عشان لو في حياتها حد سيبها في حالها، او على الاقل اشتري كرامتي. هو بصراحه انا ما اعرفش، بس حاضر اسالها لك. ماشي. طب ممكن ما تقولهاش ان انا سالتك؟ ممكن. تاخدي تشوكلت تاني؟